محمد حسن اتكلم اخر مره على الديفينيشن بتاع اليو اي واليو اكس، وانا النهارده هعمل لكم زي ابلكيشن للفود زي اطلب وطلبين وكده. هنركز فيه على اليو اي اكتر يعني من اليو اكس، بس هعمل لكم الهوم بتاعته والانيميشن بتاعها ازاي لما بنخلص الابلكيشن ده بنعمل له انيميتد. تمام. هنشتغل على ايفون 6 او 7 او 8. عملنا الارت بورد، يعني هعمل لكم الارت بورد الاختصار بتاعها ايه من الكيبورد. يعني هي في الارت بورد انت ممكن تحدد الماس انت عايز تشتغل عليه. تمام. وفي حاجات متعرفه يعني دايما نازله مع الاكس دي، يعني انت ممكن تحط الارت بورد بتاعت الايفون 6، الايفون 6 بلس، الاندرويد ويب سايت، اللارج سكرين بتاع الويب سايت، التابلت، هو بقى الحاجات دي بتبقى متعرفه فيه ممكن تستخدمها، او ممكن ترسم الارت بورد بتاعتك اللي انت عايزها. تمام ماشي. هنعمل اول حاجه الهوم سكرين، هنعمل سكوير. السكوير ده مثلا مقاسه 90 الهايت بتاعته. هنعمل له شادو. في حاجة في الاكس دي اسمها سيمبل، السيمبل دي انت بتبقى مجهزها، مجهز الايكونز اللي انت هتستعملها، ومجهز الفونت بتاعتك، ومجهز الكالرز اللي انت هتستعملها في الابليكيشن ده. فانا نزلتها من قبل كده عشان لما نبتدي نشتغل على طول. زي يعني ما انا قلت في السيشن اللي فاتت، وان قبل ما اشتغل وقبل ما ديزاين لازم اكون عارف الايكونز بتاعت اللي انا هستخدمها ليه، انا بجهزها من الاول، لان هو شغال بستايل معين. يعني انا مثلا شغال الايكون ده الستايل بتاعها فيل، فلازم كل الايكونز اللي على كل مستوى الابلكيشن كله لازم تبقى في نفس الستايل، عشان ما يبقاش فيه كده ان شاذ مثلا كده في الفيو بتاع الديزاين. الفونتس كذلك، انا بستخدم الفونت بمقاساته كام، بحدد الفونت اللي انا هستخدمه على مستوى الابلكيشن كامل، الكالرز اللي انا هستخدمها، الحاجات دي بحددها ازاي من قبل ما انا استخدم، من قبل ما ديزاين مثلا. الحاجات دي بتبقى على مستوى اللي هو الكاستمر ريسيرش، ان انا بعمل كاستمر ريسيرش بشوف هم المستخدمين دول هيحبوا الوان ايه، ايه الالوان المناسبه ليهم. الايكونز هتبقى مثلا كالرفول، حاجات ملونه كده، مثلا الاطفال بتحب كده. تمام. او ناس عايزه حاجه مثلا معلومه مباشره، ده بحدده من كاستمر ريسيرش والناس حابه ايه. فببدا احدد الكالرز والايكونز والفونتس بتاعت اللي انا هستخدمها قبل ما ابدا ديزاين خالص. تمام ماشي. هنحط الستاتوس بار. الحاجات دي ممكن تلاقوها على موقع ابل، ممكن تسيرشوا على ابل ديزاين ريسورسز، هتلاقوا كل الحاجات دي موجوده فيه. يعني معظم الكنترولز اللي بتبقى حاجات الماتيريال ديزاين موجوده اصلا. في بلجنز بنضيفها مثلا، يعني اكس دي اصلا موفره حاجه اسمها وايرز. الوايرز دي انا بنزل الكنترولز بتاعت الاندرويد، الماتيريال ديزاين بتاعت الاندرويد، والكنترولز بتاعت الجايد لاينز بتاعت الاي او اس، بننزلها جاهزه وبنستخدمها على طول. تمام. عشان اقدر اعمل المسافات بتاعتي صح بستخدم حاجه اسمها اللاي اوت. اللاي اوت دي اللي هي في الجريد سيستم. مثلا ايفون اكس بيبقى ليه مقاسات، ايفون 6 و 7 و 8 بيبقى ليه مقاسات تانية، اندرويد ليه مقاسات، فكل واحد بيبقى ليه المقاسات بتاعته. في حاجة اسمها الجريد سيستم لايبراري، دي بيبقى عليها كل المقاسات بتاعت الفون والتابلت والويب. بيكون من 6 الكتر ويرث، هنعمله 10، دي هنعملها 15. اللي اوت دي مثلا بتساعدنا فيه في الديزاين، يعني اللي اوت دي مثلا بتبقى زي نظام الجريد سيستم بتاع البوتستراب. الناس اللي بتبقى شغاله ويب تستخدم الجريد سيستم دي يعني عشان ريسبونسر. تمام. احنا بنستخدمها في الديزاين، يعني في الموبايل بالذات، الموبايل مش هيبقى فيه ريسبونسيف، يعني الموضوع مش هيبقى زي الويب كده. احنا بنستخدمها عشان احنا لما دايما المارجنز والجترز اللي بين الكومبوننتس تبقى، احنا لما تبقى كلها شبه بعضها بيبقى في سيمتريه كده في الديزاين، تحس ان الديزاين متناسق مع بعض. احنا
لازم نبقى ماشيين بستايل ثابت. يعني الجيتر بتاعنا مثلا هو ب 20 بكسل وب 20 بكسل في كل حاجه تمام، بنوحد الستايل بتاعنا. انا شايف هنا الجريد 6 كورن بس، ده موبايل ابلكيشن، موبايل ابلكيشن مش ويب، فاحنا بنعمل اللي اوت اللي تناسبنا احنا، فاهم قصدي؟ يعني ده موبايل ابلكيشن، احنا بنعمل اللي اوت اللي تناسبنا بالديزاين بيها، اللي يطلع الديزاين السيمتري كده، يعني كل المقاسات بتاعته متناسبه. في الويب 12 كولوم تمام، والجيتر بتاعهم 30، ده حاجات ستاندرد لما الناس بتستخدم بوت ستراب. ودي الجيتر بتاعها 10. ده انت عامل الجيتر بتاعها كام؟ دي 10. دي 15. 15 جدا. موبايل ابلكيشن انت بتعمل اللي اوت بتاعتك اللي انت عايزها، يعني هي مش مفيش حاجه ستاندرد اللي هو بيديزاينوا عليها، رغم انت هتكستمايز كنترول تعمل اللي انت عايزه. هنعمل ال search input. انتوا شايفين من الجريد ده ولا لا؟ هنعمل لها دوبليكيت. لما بنيجي ندبليكيت حاجة بنعمل كوماند دي عشان تدبليكيت مرتين. حد عنده اي سؤال في اللي بيحصل ده قبل مثلا ما شغاله؟ بتكلم على الفونت تمام، استخدم فونت سايز كام في الموبايل وهل دي ستاندرد ولا لا؟ على حسب في حاجات ستاندرد تمام، بس دايما احنا معظم الشغل بتاعنا في الفونت اللغه العربيه تمام، لما نيجي نعمل نستخدم الستاندرد سايز ما بيبقاش مظبوط تمام، فاحنا بنحاول نعمل حاجه زي ما انا قلت في البدايه، ان احنا بعد ما بنعمل ارت بورد وبنعمل الديزاين بندبلوي الحاجه قدامنا، لازم نشوف هو ده مريح لعيني مناسب، تمام قصدي؟ اصل في الاول وفي الاخر انا يوزر الموبايل. بالظبط، انا بطلع الديزاين كصوره مفيش اي مشكله، بشوف الديزاين كصوره. لو هعمل تايتل انا لازم اعمل مثلا 16، لا فونت 16 بالنسبه للموبايل صغير جدا تمام، صغير جدا جدا يعني. الستاندرد ده بيختلف، يعني بيختلف من مثلا انت ممكن تعمل الستاندرد مثلا 48، يعني ده اكبر حاجه ممكن تشتغل فيها، ممكن تعمل اكبر من كده. 48 تايتل تمام. بص انت احنا لما بنيجي نديزاين على انت بتديزاين مثلا الويب على كام؟ 1170. احنا بنديزاين الموبايل على كام؟ 1080. 1080 عشان فاهم قصدي؟ عشان الموبايل يبقى كثافه بالظبط. بس احنا كده اصلا المفروض الستاندرد سايز بتاع الاندرويد 360 نتس، والايفون 414، ده اقل حاجه وبيزيد، يعني ممكن يزيد اكتر من كده تمام. فاحنا بنشتغل على 1080 وبنديزاين على كده، لما بنعوز بنطلع السايزز بنطلعها، الايكونز والحاجات دي بنطلعها، الاسيتس دي كلها بتطلع بسايز مختلف. الفونت سايز بتاع الرينج ده فونت اللي ده ولا ده؟ دي دي 19. ليه 19؟ ليه 19؟ لان هي دلوقتي شغال على ويتس 414 اللي هو ستاندرد ارت بورد بتاع الاكس دي اللي هو 414. انا سمعت بوينت مش بيكسل، احنا شغالين بالبوينت زي ما بنشتغل في على حسب ما انت تبقى معرف البرنامج، البرنامج بيقبل اكتر من الطريقه اللي انت عايز تشتغل بيها، يعني الفونت عادي بوينت ممكن يكون بيكسل، البريفرنس بتاعت البرنامج انت اللي بتحددها عادي، في ناس بتبقى شغاله كده تمام.
قبل ما بتشتغل دايما تبقى عارف البيزنس بتاع البيزنس بتاع الديزاين انت تبقى شغال عليه. عارف ان مثلا دلوقتي انا بيبقى عندي في سيرش بار, السيرش ده انا بسيرش على اي اكله موجوده في الابلكيشن, بيبقى عندي مثلا اللي هي الاكله بتاعت النهارده او الاكلات بتاعت النهارده بيصرف بشكل معين مثلا بفوكس عليه, ببقى واخد مثلا الاهتمام بتاع الشاشه اكبر حاجه عندي, بيبقى ظاهر فيها اسم الاكله ايه وصوره عنها ومين اللي عامل الاكله دي. تمام, دي الحاجات دي انا لازم اكون عامل حسابها في البيزنس عشان ابدا اخطط لها. بنوصل للديزاين ده مره واحده, يعني انا بعرف البيزنس بشتغل كده على طول. لا, بالنسبه للخطوات اللي انا كنت قلتها في في السيشن اللي فاتت كان تمشي برضو استراتيجي وبتعمل سكوب, وبعد ما تعمل سكوب تعمل الوير فريم بتاعك, وبعد ما تعمل الوير فريم خلاص انت عارف هتعمل الديزاين ازاي بالظبط, تبدا تنفذ بقى, تبدا تلون وتحط فونتس, انت عارف هتحط حاجه كل مكان فيه. تمام, يعني كنا المفروض نعمل وير فريم الاول, وتعمل الوير فريم الاول قبل ما تبدا الديزاين. تمام, يعني تبقى انت عارف ان هيتحط هنا صوره وهيتحط هنا تكست, هيتحط هنا مين صاحب الاكله دي, الكنترولز اللي هتستخدمها, والعميل بيفهم الوير فريم لما حد يدوله. في عمله بتفهم وير فريم وفي عمله ما بتفهمش يعني الوير فريم ده ايه. ف مفيش الوان, مفيش صور, هو حاجه عامل زي مثلا موكب, لو عارف الموكب بتبقى حاجه كده ايه ممكن تعملها بايدك كمان, يعني مش شرط تستخدم ابلكيشن, رسم على ورقه. تمام, تبقى فيها كل حاجه عن عن الابلكيشن بكل الكومبوننتس بتاعته. نحط ده طبعا من ضمن المميزات بتاع التكس دي ان انت ممكن تاخد صورة تحطها على اي شيب يفيل كفر الشيب ده. بيفكرني شوية ببرنامج الانديزاين كان في نفس الحاجة بالظبط. نفس الكونسبت بتاع السيمبلز هنا اهوت بالظبط, سيمبلز بس في نفس السيمبلز بالظبط بتاع الالستريتور, بس الالستريتور بيبقى احسن في حاجات كتير, لان انت بتعمل سيمبل واحد. تمام, وبيديك حاجات زي اتريبيوتس بتغيرها, بتغير في السيمبل زي السمارت اوبجكت بتاع الفوتوشوب. لا, السمارت اوبجكت حاجه مختلفه جدا, يعني انت السمارت اوبجكت مش ما بدكش اتريبيوتس, يعني انت السمارت اوبجكت الشكل ده بيفضل تدبلكيته هو افرض دلوقتي جواه تكست انا عايز اغير التكست ده. تمام قصدي, لا السيمبل في السكتش مثلا بتاخد الجزء ده سيمبل وبيديك فرصه ان انت تكرر السيمبل ده وتغير الصوره وتغير التكست وتغير كل حاجه. الادوبي اكس دي في نفس الاوبشن, في نفس الاوبشن ده بس بيطوروا فيه لسه. لا يعني ده احدث حاجه, بس الاكس دي لسه اصلا الفيتشرز بتاعتها يعني هي عماله تنزل كلها ورا بعضها, فهي لغايه الان لسه احسن في السكتش. في سيمبلز في الاكس دي. هي ببقى اي شيب, ريكتانجل, سيركل, اي حاجه. تمام, هو انا باخد الصوره وبدراج ودروب على الشيب بيكفر الشيب لوحدها. تمام, دي اول بيج بتاعت الهوم. تمام, دي مثلا الهوم بتاعت الهوم بتاعت الابلكيشن, بيكون فيها بار وفيها السيرش انا بسيرش على اي وجبه, فيها الوجبه بتاعت النهارده الاساسيه دي اللي المفروض ان هي يعني دي الكور فانكشن مثلا. تمام, في الوجبات القديمه بعد كده انا ممكن سواب بينها, وفي زرار ان انا بطلب مثلا وجبه. تمام, هنعمل لهم كل حاجه جروب مع بعض ونرتبهم. ده مثلا السيرش انبوت. بتبدا تجمع كل حاجات جروبس ايه على اساس ايه؟ على اساس يعني مثلا دلوقتي ده الاب بار كامل, الاب بار جوه مثلا ايكون وجوه تايتل, فالثلاثه دول بيروح عاملهم في جروب اسمهم اب بار. السيرش بار اللي هو الايكون والكلمه بتاعت السيرش دي والكونتينر ده بتحطه في جروب, الوجبه كامله تحطها في جروب,
تمام اللي هي وجبه كبيره وصغيره يبقى يعتبر كارد يعني تمام فبتعمل له جروب كامل عشان يقدر يوصله بعد كده البيك كارد ده مثلا هنسميه الاولد وفيها حاجه تانية لازم هتستخدمها لازم تعمل جروب عشان هتستخدمها دلوقتي حاجه اسمها اوتانيميت يعني هي هتستخدمها دلوقتي هتعرفه في الجروبس دي لازم برتب الترتيب المنطقي اللي هو بتاع الزد اندكس مثلا لازم يبقى ايه مثلا اعلى حاجه فوق لازم يكون اعلى حاجه خالص فوق الاب بار عشان لما اجي سكرول تمام يبقى هو ما فيش كلام يطلع فوق يبقى اعلى حاجه فالترتيب ده انا بعمله برضه الاب بار بعد كده السيرش بعد كده تو داي دي بعد كده البيج كارد ده بعد كده الاولد small card 1 small card 2 هناخد منها copy بعد كده نبتدي copy ده مش بيدوبليكيت اللايرز بيدوبليكيت الارت بورد كامله باللايرز بجروبس بكل حاجه فيها نفس النيمز بنفس كل حاجه بتعمل صفحة الديتيلز الخاصة بالوجبة دي يعني لما يدلك على الصورة بيشوف الصورة كبيرة تمام والصور التانية الخاصة بالوجبة دي نعمل لها حاجة اسمها بلور البلور دي بتبقى زي باك جراوند كده بتاخد اللون بتاعها من لون الصورة اللي وراها كده دي دي هتعمل ريكتانجل عادي تمام بعد كده بتعمل له بلور من هنا باك جراوند بلور تمام ممكن تزود وتقلل من هنا بالظبط هي دي حاجه في الاي او اس يعني الحته اللي بتاعت البلور دي يعني موجوده في الجايد لاينز بتاعت الاي او اس ايه بعد كده هنشيل ده هنشيل ده البلور ده بيتغير ممكن تقللي حتى الاضاءه بتاعته تزوديها تقلليها الجزء بتاع البلور يعني انت البلور يبقى جديد ولا ممكن نخليه هنا كده زي كده صورتين دي مثلا كمان دي
تمام. بس كده خلصنا الفونت ده. ده صح، ده معنى جدا ان الفونت لازم يكون ابيض عشان يبقى باين. في ويب سايتس بتساعد على الكلام ده، ان انت بتدخل التو كلرز بيقدر يقول لك ان اللونين دول يتحطوا على بعض ولا لا. طيب في الوان بتبقى متشابهه مع بعضها جدا يعني. هو انا معاك ان الابيض عكس الاسود مثلا، في الوان بتبقى عكس بعضها، عارف بتبقى عينيك لقطها. في الوان بتبقى انت مضطر تستخدمها كبراندنج، ده البراند بتاع الحاجه دي، فانت بتحاول تجيب انسب لون ليها. تستخدم كلر فيوري دوت، تستخدم الوان معينه عشان تبقى واضح. اه اكيد. ايوه، اللي هي مثلا زي الكولر كده مثلا، بندخل نجيب الوان مكمله لبعضها، الوان مثلا اللي جريدز بتاعت الالوان ده. ممكن تبقى تشرح جزء من البروسيس دوت؟ خلاص تمام. ازاي على اي اساس؟ نحدد سيشن وعمل لكم برزنتيشن عن الموضوع. تمام، هنعمل دلوقتي بروتوتايبنج. في حاجة فيتشر جديدة لسه نازلة في ادوبي اكس دي، الفيتشر دي كويسة جدا يعني. تمام، ممكن يعني مش موجودة في اي ابلكيشن تاني يعني، ابلكيشن بديزاين وبيعمل الفيتشر دي. تعمل رن كده تقريبا انفيجن بتعمل، بس انفيجن مش ديزاين، مش ديزاين زي اكس دي. تمام، دي حاجة اسمها اوتو انيميت. اوتو انيميت دي ان طريقه البروتوتايبنج، ان بدل زي ما انت بتعمل الترانزيشن بتاعتك، ان انت مثلا عايز تكليك على الزرار مثلا البيج اللي بعدها تيجي مثلا سلايد رايت او سلايد ليفت. تمام، في حاجه اسمها اوتو انيميت. ايه الشروط اللي تبقى لازم تكون متوفره في الاوتو انيميت ده؟ ان انا لازم السكرين اللي انا شغال، اللي انا الارت بورد اللي انا شغال عليها، لازم اخد منها دوبليكيت. لازم اخد نفس ليه اخد نفس الدوبليكيت منها؟ لان تبقى نفس النيمز بتاعتي لازم تبقى واحده، عشان الاكس دي يعرف ان الصوره دي هي نفس الصوره دي. بالظبط، ان هي الصوره دي اسمها مثلا الديليشس فود مثلا، الناحيه الثانيه الديليشس فود هي نفس الصوره دي، ان هي اللي اتغير ايه بقى، يشوف مثلا اتغير اوباسيتي، يتغير مثلا الويدث الهايت، فيروح متحرك نفس الحركه دي. ده الانيميشن اللي بتبقى عايزه في الابلكيشن الحقيقي، ولا ده لمجرد البرزنتيشن؟ لا، هو ده فعلا. لو عاوز مثلا اعمل انيميتد حاجه انيميتد زي كده، ده اللي انا ببقى عايزه. بالظبط. تمام، جايد لاينز بتمشي عليها يعني؟ لا يعني مثلا في انيميشنز معينه ما ينفعش تعمل غيرها، ولا انت براحتك؟ لا براحتك، انت عايز تحرك اي حاجه براحتك، تغير اي حاجه في الصوره دي بتتغير يعني. لو اي حد عايز يقترح اي حاجه نعملها دلوقتي. يعني في ستاندرد مثلا الصور، لو انا هفتح صوره ممكن الصوره نفسها، ممكن الصوره نفسها تغير الويدث بتاعها، تغير الاوباسيتي، تغير الصوره كامله يعني، تجيب صوره غيرها. مش هو مقصود في حاجات باي ديفولت الموبايل هو بيبانها يعني، ده كان في الاندرويد دي الترانزيشن بتاعه، والاي او اس الترانزيشن بتاعه والانيميشن بتاعه هي بس ينفع الديزاينر يعمل انيميشن معين ويطلب من الديفلوبينج ان هو ينفذ الانيميشن ده. بالظبط، ده كده رد على السؤال صح؟ مثلا انا عايز اعمل انيميشن على صوره غير الانيميشن اللي انا عايز اعمله، لو مثلا سيمور لتكست يفتح او يقفل ازاي؟ بالظبط بالظبط، يعني حاجه زي التوجل مثلا، ادخل يعني مثلا دلوقتي اعمل انيميتد ان انا لما كليك على الصوره دي ارجع تاني. اعمليها دي. ايوه، ان انا بس بدوس على الصوره دي برجع تاني، هي نفس الحركه، مفيش اي حاجه خالص. بالظبط، هي عاملاها اصلا يعني، هي عاملاها ان انا لما ادوس على الصوره ارجع تاني، حاجه زي توجل ان انا سي مور وارجع تاني، معموله يعني. ادوس على الصوره تمام، ادوس تاني بترجع يعني، ممكن يكون في زرار باك بقى اعمل باك يرجع. تمام. حد عنده اي سؤال في ال حد عنده سؤال؟ خلاص عايز استفسر ما بين الادوبي اكس دي، هو مش الستريتور وادوبي اكس دي، هو ليه ادوبي اكس دي تبع ادوبي والفوتوشوب والالستريتور كلهم نفس تبع الشركه، ليه اكس دي؟ اكس دي اللي هو انه بيشتغل بحاجه، طبعا كلنا عارفين الراستر والفيكتور. تمام، ان احنا بنشتغل حاجه فيكتور، الفيكتور ده حاجه بتقبل ان هي تسكيل زي ما انت عايزها. تمام،
فبشتغل حاجه فيكتور، الالستريتور بشتغل فيكتور. طب ليه الاكس دي؟ الاكس دي لان هو بيوفر لي التولز اللي انا عايزها عشان ابني يو اي بس. هو قصدي اخف بكتير وبيوفر لي التولز بس، ان انا الالستريتور فيه تولز كتير ممكن استخدمها، حاجات مش هستخدمها في مش هستخدمها في اليو اي، فهو بيجيب لي التولز اللي انا هستخدمها. الالستريتور ما فيهوش بروتوتايبنج، ما فيهوش انيميت، ما فيهوش الحاجات دي، فانا بحتاج الحاجات دي انا عشان ابني اليو اي بتاعي. تمام.